السلام عليكم خالتي ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوغ ديزاد. اليوم خالتي ندير لكم فيديو سبيسيال. اليوم فيديو مميز. اول مره ايميلي راح تطيب لنا كسكس جزائري. اي ايميلي قلنا واش راكي ديري سي كوا لا بريباراسيون؟ وعلى بالي ما تفهميش العربيه مي معليش. علي اوكي جو في بارلي اون فرونسي سا مارش. تي اون تران بريباري كوا؟ Là, on commence par le couscous, justement, mettre un petit peu d'eau avant. Ah, en plus, d'art la robe kabyle. Ma amaziria. Ah, y'a ma'alish, pardon. Continue, toi, m'arrêter quand je t'entends. Pardon. S'mhili, khti. Aya, continue. Donc, on mouille le couscous pour qu'il imprègne bien l'eau. En plus, c'est un couscous fait maison qui est le blad, j'ai tout le blad. هذا الكسكس خالتي اللي دارت له كسكس دو مامان بيلوسين نو سي كسكس دو ما طونت سا اه وا ان بلوس لا ما مير اي تا مير ils vont être fiers de toi tu fais un couscous même mes tantes de bled ils vont dire ah la française elle est en train de faire du couscous c'est bien ça allez continue on le mélange plusieurs minutes on met de l'eau un petit peu Couscous ça prend vite l'eau. De façon خاوتي درت لي كورس البارح شريت كاع واش تسحق وبصح خاوتي اللحم لقيت غير البولي حلال اللحم تاع الخروف ما لقيتوش قدام الدار معليش فاصون ايميلي دوكا راهي دير لا بريباراسيون وانا ثاني خاوتي راح نعاونها شويه وبليجي خاوتي وبليجي تعاونوا امهاتكم تعاونوا زوجاتكم كما النبي عليه الصلاه والسلام يعاون زوجته في الدار دونك مثلا خاوتي انا راح نكوبي لي ليغوم ومام طو ايميلي راهي دير الكسكس في الكوكوطا ومن بعد الفا بريباري لا صوص بسم الله ونبداو Chéri Vlog DZ qui coupe les oignons. Ouais, qui pleure. Je ne sais pas si je vais couper. Pleure pas, mon cœur, ça va aller. Laisse-moi tranquille. Tu fais comme ça, je vais couper le khatara. Je vais couper le couscous. قالت لي روح قول لي ولا لاصوص راهي مليحه ولا لا وكي راح طبقت لاصوص انا خاوتي ما على باليش كيفاش بريباري الكسكس قلت لها والله خص شويه الكمون قالت لي علاه يديروا الكمون يديروا الكمون في لاصوص قلت لها واه يديروا الكمون اه اغاد نفيلمي توا تي كوبيت كاع لي ليغوم دوكا رايت بريباري لا صوص فوالا قلت لكم خاوتي لقيت غير الدجاج ما لقيتش اللحم تاع الخروف دوكو خاوتي ندير غير البولي هذا زيت الزيتون تاع القبايل هذا خاوتي جبناه من البلاد هذا دوكا راهي دير الحمص غارانتيتا عارفي غارانتيتا tu connais غارانتيتا دوغون سي عباس دو بوشيش وتحيا كاع ناس وهران وناس مستغانم واه الشوالة فوالا ايميلي فوالا Très bien, Emily. L'Algérie est fière de toi. Oui. Voilà. Yanni. On passe aux épices. Ou les épices. Wesh, dire les épices. Tu vas faire quoi, les épices? Paprika. Ah, paprika. Ras la hanout. Épices couscous. Et. Carfa. Cannelle. Ou Tani.
Poivre noir, non? Poivre noir. Oui. Voilà, voilà. والكسكس راه درناه في الكوكوطا تبخر هنا واش نتا اليوم خاوتي نوض الصباح لقيت حاشاكم لقيت الفأر هنا قتل ليه كاع قالف كيف يقولوا بالعربيه ما على باليش المهم خوتي قتل لي قال الفؤور ولا ما على باليش كيف يقولوا بالعربيه اوكي دونك ماتنو خوتي ايميلي تخرج الكسكس وتعاود تعاود تدير له الماء سي سا ايميلي نو tu le sors et tu le mets ici tu rajoutes de l'eau c'est ça oui on le retravaille à la d'accord oh la sauce نزل على صوص بس بارك نشمو طنج لسون ساسون بون تشي ساسون لبلي بلد با لبلاد لبلي Et après tu vas le remettre, c'est ça? Oui, une deuxième fois, 20 minutes à nouveau. Et quand tu termines, tu rajoutes quoi? De l'amour. De l'amour? Mais t'es pas italienne, dis-nous. Bah si. Attends, laisse refroidir un peu, après on va remettre de l'eau. Voilà. دونك دوكا خاوتي راح تدير لي ليغوم هنا واش بقى الريحه والله خاوتي الريحه تاع لاصوص راهي روعه سا سون بيان لي زيبيس ها وي هذه هي لاصوص والكسكس من بعد خاوتي راح نبريباري لا طاب هلا هلا شوية بشوية والله خوتي الريحة تاع لاصوص روعة دونك فوالا خوتي الكسكس راه واجد راه درنا بزاف لاصوص خوتي باسكو انا نحبو كيكون بزاف لاصوص معمر لا اون باس على ديغيستاسيون Allez, c'est toi la première, les femmes d'abord. Vas-y. Aïe, goulna emili, bnin ou la machi bnin. Parqué. C'est bon? Pas de l'com khaouté, rah bnin. Boukin choufana. Tiens. Bismillah. واو كسكس واكل راه شويه معوق معليش بسم الله صافا سي بون العلامه 8 على 10 دونك فوالا خوتي رانا وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك والشير والسبسكرايب ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله مع السلامة مع السلامة خوتي